طيب دلوقتي هنعمل طبق شوربه حلو جدا، هنعمل شوربه المشروم بالفراخ، هنشوف هنعملها ازاي ونحط معاها كمان لسان عصفور. عايزين لشوربه المشروم بالفراخ ولسان العصفور ربع كيلو صدور فراخ متقطعه مكعبات، ربع كيلو مشروم فريش بس انا مستخدمه اللي احنا كنا فرزناه قبل رمضان، نص كوبايه لسان عصفور متحمر، بصله صغيره مفرومه ناعم، جزره مفرومه ناعم، ربع كوبايه كرفس مفروم، مكعب مرقه، لتر مرقه مغليه، ملح وفلفل، معلقه صغيره حبهان مطحون. انا هستخدم المرقه بتاعه العكاوي عندي، ان انا سلقه العكاوي وعندي شوربه دسمه وطعمها جميل جدا، هستخدم الشوربه بتاعه العكاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي المشروم وادي الفراخ، هاخد بس معلقتين زيت. بسم الله. احنا مش محتاجين دسم كتير، يا دوبك معلقتين زيت هشوح بس فيهم البصل والفراخ كده. هنا اطفي بقى على الشوربه دي كده عندي بتغلي، هطفي عليها لما اجي استخدمها. طبعا برضو معايا مكعب مرق، اللي ما عندوش شوربه جاهزه عندنا مكعب مرق نحط عليه ميه. مكعب المرق بيعمل لي كوبايتين ميه يديني عزم حلو للشوربه. طيب لو انا عايزاها خفيفه شويه يبقى مكعب المرق احط عليه لتر ميه مغليه، لو عايزاها تبقى شوربه دسمه كده وشوربه حلوه لو هعمل بيها ملوخيه عشان ما عنديش شوربه، مكعب المرقه عليه كوبايتين ميه مغليه واسيبهم يعني تدوب، المكعب يدوب في الميه ياخد غلوه يبقى كده خلاص تمام، ما بيبقاش محتاج لا ملح ولا اي حاجه. هنا كده انا بشوح البصل، بس دي شوربه احنا مش عاوزين نديها لون، مش عايزين ندي البصله لون. هنا معايا عايزه اوريك كده، هنا معايا المشروم اللي هو اللي احنا كنا فرزناه مع بعض، اللي احنا ادينا له تشويحه وفرزناه مع بعض. لما المشروم بيطلع لي من الفريزر ما ينفعش ان انا اروح واخداه مفككاه تحت ميه او حاجه، او اسيبه مثلا من الصبح لغايه العصر ولا حاجه واشتغل بيه، هيبقى بقى ايه بالبلدي كده اسمها مهمط وشرب ميه وبقاش له معنى خالص. لازم اطلعه من الفريزر اشتغل بيه على طول زي ما احنا عاملين كده. هنا مطلعين المشروم من الفريزر، يا دوبك بس كسرناه من الطبق بتاعه وحطيناه معانا عشان هنشتغل بيه. ادي كده البصله اتشوحت ودبلت، هاخد الحبهان واخد فلفل اسود. تمام، اشوح ريحه الحبهان بتطلع، انا عايزه انكه كل البصل بالريحه الحلوه دي عشان انزل الفراخ تشرب الريحه الجميله بتاعه الحبهان والفلفل كده. بالشكل ده شايفين كده، معايا هنا كمان جزرايه، الجزره جزره واحده عاديه مفرومه ناعم، الجزر كمان اضافته حلوه جدا مع الشوربه بتاعه المشروم والفراخ دي بيبقى طعمه حلو جدا. طب انا اقدر استبدل ايه؟ لو انا عايزاها بقى صحيه خالص وعايزه ما يبقاش فيها حاجه، مثلا ما يبقاش فيها لسان عصفور ولا شعريه ولا الحاجات اللي هي النشويه دي، ممكن احط شوفان. الشوفان بيتحط في اخر غلوه للشوربه، يعني خلاص الفراخ استوت والمشروم خد غلوتين معاها، اروح منزله على طول الشوفان، احط مثلا نص كوبايه شوفان، ويا ريت يبقى الشوفان صحيح مش مجروش ولا بودره. الشكل ده. معايا هنا كرفس، معايا عودين كرفس برضو من اللي احنا كنا فرزناه، نشتري الكرفس دلوقتي اوانه خلاص هيخلص، مش هيبقى فيه الكرفس الاخضر البلدي بتاعنا اللي عاوز يشتري يعني دلوقتي. هنجيب ربطه الكرفس نغسلها كويس جدا وتتفرم، بس ما تتفرمش ناعم، تتفرم خشن ويتحط، بس يعني ننشفها بعد ما نغسلها كويس جدا بفوطه مطبخ، ننشفها كويس ونروح فرمنها وناخدها في كيس فريزر بتاع الثلاجه، نحطها في الكيس ونربطها كويس ونطلع منها الهواء ونحفظ الكرفس ده في الفريزر. ميزته بقى ان انا بحتاجه في اي وقت عندي لاي حاجه، شرب بعمل اي حاجه بالكرفس، سمك بعمل، صواني لحمه، صواني حاجه محتاجه فيها كرفس
بلاقيه موجود عندي، ما بحتاجش ان انا اقول يا رب ما فيش كرفس، طب هعمل ايه؟ يبقى الكرفس موجود عندي، وبيديني طبعا ريحه في منتهى الجمال، بالذات لشرب الخضار والفراخ واللحمه بيديني ريحه جميله جدا كده. الله، ريحه الكرفس طلعت على طول اول ما شم النار مع الفراخ والجزر. انا مش هنزل خالص المشروم عندي غير لما الفراخ تغير لونها تماما، عشان ما يبقاش فيها اي زفاره او اي ميه منها، احس ان هي هتزفر لي المشروم. نحط رشه فلفل اسود كمان ورشه ملح خفيف جدا، ان انا هحط مكعب. على فكره العكاوي اللي انا كنت سلقاها ما كنتش حاطه فيها ملح، يعني انا سبت العكاوي قلت لما هحط الملح اللي مع الخضار والبصل هي كلها هتشرب من بعض. ويفضل ان احنا لما نكون هنستخدم شرب مرقه حاجه بنسلقها ما نحطش فيها ملح كتير، عشان الشوربه دي لو هزود بيها رز، لو هزود بيها محشي، الخلطه بيبقى فيها ملح، لو هعمل بيها شوربه حاجه كده مثلا مشروم حاجات كده، اقدر اتحكم في كميه الملح اللي احنا بناخدها. هنا هحط بقى مكعب المرقه، وعندي هنا لسان عصفور، هاخد نص كوبايه من اللسان عصفور. خلي بالنا ما نتخدعش في اللسان عصفور، لما بيستوي بينفش كده معايا، فاحنا مش عايزين ايه نحط كميه كبيره نلاقيه ختم كده في الحله وعمل لنا زي المفلفل كده، احنا عايزينه برده شوربه. هنا كده اهو، ادي الفراخ مع اللسان عصفور والجزر والبصل والكرفس طبعا مبهرين، وحاطين مكعب المرقه. هبدا بقى اضيف منها هنا شويه من مرقه العكاوي او اي مرقه عندنا، ممكن ميه بس طالما انا حاطه مكعب. هحط كده اللسان عصفور، عشان يستوي لازم ياخد غلوة واحدة وهدي النار عليه، لان انا لو سبته يغلي هيتشرب المية وهحس ان هو ناشف. طب انا بعمل ايه؟ انا بديله غلوة، انا في البيت بديله غلوة واطفي عليه واسيبه لوقت الفطار، قبل الفطار مثلا بحوالي ربع ساعة كده ابدأ اشغل النار تاني، وابدأ بقى لو كنت هزود مية لو هزود مرقة، لان هو بيبقى تشرب السائل اللي موجود عندي في الحل اهو بالشكل ده. انا لغايه دلوقتي ما حطيتش المشروم، لان احنا كده هفكركم انا فرزته ازاي. انا جبت المشروم، جبت كميه من المشروم قطعتها شرايح، طبعا مسحته بفوطه نظيفه جدا، وبعد كده قطعته شرايح وخدته في معلقه زيت على النار في حله تشويح سريع جدا، وبعد كده رحت واخداه مبرداه وحطيته على طبق فل بكيس بلاستيك كده على طبق الفل، وغلفته كويس جدا وحطيته في الفريزر. دي الطريقه اللي احنا نقدر نحفظ بيها المشروم، يقعد عندنا من 3 لـ6 شهور في الفريزر، ويا ريت ما يبقاش اكتر من كده علشان ما يفقدش قيمه البروتين اللي في الانسجه بتاعته. هنا كده غلي، هبدا اهدي النار